بداية حدثنا عن آخر المجريات والتطورات المتعلقة بجلسة اليوم، وهل من المتوقع أن تمرر القوانين الجدلية؟ نعم عبد الله، جلسة اليوم هي جلسة محتدمة، فيها الكثير من القوانين المهمة وذات جدلية كبيرة، خاصة قانون الأحوال الشخصية وأيضا قانون العفو العام، فبالتالي هنالك جدلية كبيرة حول هذه القوانين. يعني في الساعة الواحدة حسب جدول أعمال مجلس النواب يجب أن يعني تفتح الجلسة أو تبدأ الجلسة في الساعة الواحدة أخرى، ولكن على ما يبدو أن مثل الجلسات السابقة يكون هنالك تأخير، وربما يكون هنالك اجتماعات مكوكية بين زعماء الكتل السياسية حول القانونين، قانون الأحوال الشخصية وكذلك أيضا قانون العفو العام، فبالتالي جدلية كبيرة اليوم في مجلس النواب حول هذه القوانين. ربما قد يتم التصويت على قانون الأحوال الشخصية بمادته أو بمادتين الثانية والعاشرة، وكذلك أيضا التصويت على قانون العفو العام، فبالتالي التصويت على هذه القوانين يحتاج إلى يعني توافق سياسي وتشريعي حول التصويت قبل أن تدرج، فبالتالي عندما درجت هذه القوانين على جدول أعمال مجلس النواب يعني هنالك توافقا سياسيا برلمانيا تشريعيا على تمرير القوانين. ربما أو في الوقت نفسه قد نشهد هي يعني كسرة للنصاب من قبل الكتل السياسية، باعتبار أن هنالك كتل سياسية نسوية هي رافضة ومعترضة على قانون الأحوال الشخصية، باعتباره أنه يسلب الحضانة ويسلب حقوق المرأة في حقها في الميراث، وكذلك أيضا في الحضانة الأطفال. ربما قد نشهد كسر النصاب إذا يتم التصويت على هذه القوانين، كما تحدثت الكثير من النائبات عندما شكلنا كتلة نسوية يرفضن فيها قانون الأحوال الشخصية بصيغته المعدلة. نعم مهدي، هذه القوانين الجدلية التي ذكرتها، قانون العفو العام وأيضا الأحوال الشخصية، من المتوقع أن يصوت عليها خلال جلسة اليوم، وأيضا لجنة حقوق الإنسان أعلنت عن نيتها في رفع قانون حرية التعبير للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة. هذه القوانين الجدلية جميعها يستعد البرلمان لتمريرها تحت رئاسته بالوكالة، أم هنالك ربما اتفاق سياسي عليها؟ كل القوانين التي تمرر داخل مجلس النواب يجب عليها أن يكون تخضع لاتفاق سياسي أو تشريعي قبل تمريرها داخل مجلس النواب، خاصة وأننا نعرف أن القوانين تحتوي ذات صبغة سياسية قبل تمريرها، فبالتالي تمرير هذه القوانين يعني بمعنى هنالك اتفاقا سياسيا سابقا حول أي قانون يمرر داخل مجلس النواب، فبالتالي هنالك اتفاقا سياسيا حول تمرير القوانين. حتى وإن كان قانون الأحوال الشخصية هنالك معارضة من قبل الكتل السياسية السنية على تمريره، ولكن ربما قد يرون أن عدم تمريره والموافقة على قانون الأحوال الشخصية بصيغته المعدلة التي طرحها الإطار التنسيقي سوف يكون هنالك أشبه بحجر عثرة لقانون العفو العام، فبالتالي أشبه بمقايضة سياسية تدخل داخل مجلس النواب، تمرير قانون مقابل قانون. إذ مرر قانون الأحوال الشخصية فبكل تأكيد سيمرر قانون العفو العام بسهولة تامة، وإذ لم يمرر قانون الأحوال الشخصية الكتل السياسية الأخرى وبالتحديد من الإطار التنسيقي بمعنى ائتلاف إدارة الدولة لن يمرر قانون العفو العام. مهدي، بالحديث حول أزمة رئيس البرلمان، هل من المتوقع أن تشهد هذه الأزمة حلا في القريب العاجل؟ لم أسمع السؤال. أعيد عليك السؤال، الحديث حول أزمة رئاسة البرلمان متى ينتهي ونشهد أن هنالك رئيسا أصيلا للبرلمان؟ هل هنالك ربما خطوات تستبق المرحلة القادمة؟ يعني في الأيام الماضية طرح اسم محمود المشهداني يعني رئيسا لمجلس النواب، يعني حسب الاتفاق السياسي ويعني حسب الاتفاق الإطاري على أن يمرر محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب باتفاق سياسي برضا من دولة القانون ومن كتلة صادقون النيابية ومن بعض الشخصيات السياسية، أي بمعنى يحظى بمقبولية خاصة وأنه كان رئيسا البرلمان، رئيس برلمان أسبق في فترة من الفترات، فبالتالي هنالك رضا عليه من قبل الإطار التنسيقي، وهو ربما قد يكون يعني يحظى بمقبولية كبيرة أيضا من غير كتل الإطار التنسيقي، فبالتالي هنالك اتفاقا وإجماعا على تمريره، ولكن تحالف تقدم يرى أن ليس هنالك اتفاق على هذه الشخصية باعتباره لم يخضع للتوافقات ولم يخرج من عباءة تحالف تقدم. نعم، مراسلنا من داخل البرلمان مهدي غريب، شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل.